مساء الخير. هناخد النهاردة الجزء الأولاني النيوكو جينيتال سيرجري علشان نبقى متماشين مع مجموعة يوم الاثنين، ومعادنا إن شاء الله الاثنين الجاي ناخد المحاضرة التانية من النيوكو جينيتال سيرجري. طيب، في الكورس ده هنبتدي نعرف الترمينولوجي اللي خاصة بالميكو جينيتال سيرجري أو الميكو جينيتال ثيرابي عامة. هنعرف المشاكل اللي associated من attached gingiva و how to manage periodontal أو periodontology. هنبتدي نعرف المشاكل اللي اللي بتبقى بسبب ال shallow vestibule، المشاكل اللي هتبقى موجودة بسبب ال apron frenum أو abnormal frenum attachment. هنبتدي نشوف ايه هي ال aesthetic surgical therapy اللي ممكن to apply it في ال periodontology. هنعرف أسباب المارجنال تيسو ريسيشن اللي هي جينجيفال ريسيشن، هنعرف الفاكتورز اللي افكت السيرجيكال اوت كوم، الكرايتيريا فور سيلكشن اوف ديفرنت تكنيكس، ان احنا زي ما هناخد في ديفرنت بريدونتال سيرجيكال تكنيكس للتريتمنت اوف ريسيشنز وتريتمنت اوف ان انا ازود الثيكنس اوف الاتاتش جينجيفا والتريتمنت اوف الفرينم اتاتشمنت والتكنيكس فور جينجيفال ابلمنتيشن. ايبيكال ريسيشن يعني ايه ايبيكال ريسيشن؟ دي انا بستخدمها عشان ازود الاتاتش جينجيفا بتاعتي، ازود البنس بتاعتي، ما بتبقاش ايمنج ان انا اعالج ريسيشن. طيب، الميكو جينجيفال سيرجري هي اي نوع من انواع السيرجيكال بروسيدر اللي بتقيم انها تصلح الكوريليشن بتوين الميكو جينجيفال، يبقى بتصلح الكوريليشن بتوين الجينجيفا والميكوس ميمبرين، اللي هي بتمثل المشاكل دي في ثلاث مشاكل. عندك الاتاتش جينجيفا، الاتاتش جينجيفا ممكن يكون عندي فبحتاج ان انا ازود الويدث بتاعها، ممكن يكون عندي شالو فيستيبيول، ممكن يبقى عندي ابنورمال فرينم اتاتشمنت يبتدي ياثر على الجينجيفا ان هو بيعمل ريسيشن، وهنشوف هيعمل ايه المشاكل اللي ممكن يعملها. طيب، دي الاتاتش الجينجيفا، عندك الويدث بتاعت الاتاتش الجينجيفا قليل، ونعرف ايه مشاكله، ونعرف ازاي ان انا ازود الاتاتش الجينجيفا، ايه التكنيكس اللي ممكن استخدمها. عندي كمان شالو فيستيبيول، ونعرف ايه المشاكل بتواجهني لو قابلت الشالو فيستيبيول، يا اما ابرين فرينم اتاتشمنت الفرينم مش واصله للاتاتشمنت بتاعها في ابرين فرينم في لوكيشن مش مظبوط، وايه المشاكل اللي ممكن تواجهني. طيب، الميكو جينجيفال سيرجري في سنه 1996 جت ال World Workshops بتاعت ال Clinical Periodontics، قالت ال Micro Gingival Surgery اسمها Periodontal Plastic Surgery لأنها بتقيم لأن انت بترجين ال Aesthetically ال Patient. فالPeridontal Plastic Surgery هي ال Surgical Procedures اللي بتهدف انها تصلح to correct أو eliminate أو تشيل خالص أي حاجة مقصرة في الأناتومي، سواء الاناتوميكال عندك اصلا مشكله اناتوميكالي مأثره على الكوريليشن بين الاتاتش جينجيفا بين الجينجيفا والاورال والميوكس ممبرين، او ديفلوبمنتال او بسبب تروما ديفورميتيز موجوده في الجينجيفا او القلب والميكوسا خلت الكوريليشن بتاعتهم ما بقتش مظبوطه. اللي احنا قلنا اللي هو يا اما عندي مشكله في الاتاتش الجينجيفا، يا اما الابرون فرينم، يا اما عندي مشكله في الجينجيفال ريسيشن، يا اما الالفر ميكو الفيستيبيول شالو ديبس اوف فيستيبيول. طب دي السيرجري sometimes في سيرجيكال تكنيكس ممكن كان بي برودوس او انتروديوس علشان يصلحوا المشاكل دي، فهنا هنسميها ميكو جينجيفال ثيرابي. فثيرابي يبقى انا بستخدم نون سيرجيكال بروسيدر، اما لو اتكلمت على البلاستيك سيرجي او الميكو جينجيفال سيرجي انا هنا ببتدي استخدم السيرجيكال تكنيكس المختلفه. طب ايه الميكو جينجيفال سيرجي ممكن تو ايه الطرق اللي انا ممكن استخدمها الميكو جينجيفال ثيرابي او استخدمها لايه؟ زي ما بعمل البابيلا ريكونستركشن للبلاك تريانجل، في نون سيرجيكال تكنيكس ممكن يستخدموا زي ان انا بصلحها بالاورثودونتيك او الريستوراتيف ثيرابي. طب البريدونتال بلاستيك سيرجري بتانكلود زي ما قلنا اي سيرجيكال بروسيدر اوف الميكو جينجيفال ثيرابي، وبتايمز لثلاث حاجات: الوايدنج اوف ذات الجينجيفا، ديبنينج اوف الشارو فيستيبيول، ريسكشن اوف الابرنت فرينم، يا اما ايثاتيك لو عندي جينجيفال ريسكشن كمان. طيب البريدونتال سيرجري، البريدونتال سيرجري عامه زي ما احنا كنا خدنا خلال الترم ده كله، خدنا اول حاجه بريدونتال سيرجري، عندي بريدونتال ديزيز، عندك واحد عنده دي بوكيت، فببتدي استخدم نون سيرجيكال تكنيك، وكده بدخل في سيرجيكال تكنيكس المختلفه زي اوبن فلاب، موديفايد ويدمن، الايبيكال بوزيشن فلاب، الحاجات دي كلها.
في عندي بري بروستاتيك سيرجري حاجات ببتدي استخدمها قبل ما بعمل البروسيسز بتاعتي، زي مثلا فكره الكراون لانسنج ان انا بشيل البون والتيشوز قبل ما ابتدي ادخل في ان انا اعمل البيشنت الكراون، يا اما بريدونت البلاستيك سواء ايثاتيك حاجه عامله لي مشاكل في الايثاتيك زي جنجيفال ريسيشن، عندك الجامي سمايل، يا اما الاناتوميكال زي مثلا عندك الابرن الهاي هاي او ابرن فرينم اتاتشمنت، عندك الاتاتش جنجيفا ده قليله الويتس بتاعها قليل، كل دي حاجات هندخل في الاناتوميك. طيب البروبلمز الاسوشيتد ويز الاتاتش جنجيفا، زي ما احنا اتكلمنا كتير ان الاتاتش جنفا ليها وظيفه مهمه جدا، ليها فانكشنز، هي مش موجوده بس عشان تحافظ على الاستاتيك، بس هي موجوده لاسباب كتيره، موجوده منها ان انت بتحسني من فكره البلاك ريموفل، انهانس البلاك ريموفل، لان هو الليتريتشر اثبت فعلا البيشنت ما بيبقى عنده الاتاتش جنفا قليله ما بيعرفش يعمل مينتنس اورال هايجين كويس، ان الموضوع بيبقى مزعج وبينفل بالنسبه له. improve aesthetic طبعا اللي عنده الاتاتش جنجر سبيشلي لو الاستاتيك زون قليله بتديش بتدي ان اتاتيك ابييرنس، لما بتشيلي البيشنت ده مش يعرف يشيل البلاك كويس ويحافظ على المينتنس الهايجين في الحته دي، فبالتالي هيقلل الانفلاميشن اللي بيحصل في المشاكل ده، فبتبتدي انت تبعدي ان البيشنت يحصل له جنجيفايتس ذات مير بروجريس تدي لك البريدونتايتس. كمان فكره ان يبقى عندك الاتاتش جنجر كبيره بيالاو ان يحصل بايندنج الجينفر مارجن انها تعمل اتاتشمنت فورملي اتاتشمنت لي الاندرلاين تيشو بطريقه احسن، وده طبعا بيشتغل از ميكانيكال بارير اجينست البكتيريال انفيجن. طيب زي ما احنا قلنا قبل كده الاتاتش الجينفر بتقاس من فين لفين، يا اما هتتقاس من الجينفر جروف الجينفر جروف لغايه الالبرميكوزا لغايه الميكو جينفر لاين، يا اما بتتقاس ان انا بس اعمل سبتراكشن لل اما اعمل سبتراكشن للسالكس اعمل سبتراكشن للسالكس وبعد كده ابتدي اقيش من المارجنال جنجفا لغايه الديبس اوف ذا بوكيت، سوري من المارجنال جنجفا لغايه الالفر ميكوزا لاين او ميكو جنجفا لاين، بعد ما بعمل سبتراكشن للسالكر ديبس. طب دي كده اتاتش جنجفا احنا عرفنا ايه المشاكل اللي بتواجهني وبقيسها ازاي. عندك كمان مشاكل لو البيشنت ده عنده شعله بستبيول، والشعله بستبيول دي بتحصل نادرا ما بتبقى، ممكن يكون البيشنت عنده شعله بستبيول ده هو باي ديفولت عنده كده، يا اما ممكن بتحصل نتيجه ان الاتاتش جنجفا عنده قليله جدا فبالتالي البستبيول بتاعه بقى فيري شعله. طب الفيري شعله بستبيول بقيسه منين اصلا؟ من المارجنال جنجفا لغايه الباتم اوف ذا بستبيول، ده الفيستيبولر دابس. طب ايه المشاكل اللي ممكن تواجهني في البيشنت اللي عنده شالو فيستيبول؟ ابسط حاجه لو انا بفكر ان انا اركب له بارشل بروسودونتكس، مش هعرف ادي الريتنشنز بتاعتي المظبوطه مع الشالو فيستيبول، وده بيواجهني مشكله، انا محتاجه ان انا اعمل ادجستمنت للفيستيبولر دابس بتاعي. كمان البروبر اورال هايجين بتبقى عائق بالنسبه للبيشنت هو يمينتين الاورال هايجين مانجرز كويسه مع الشالو فيستيبول، ومش هناخد التايبس اوف سيرجري الريليتد للشالو فيستيبول. طيب في كمان عندك الابرن فرينم، مش عارفه الصوره دي واضحه ولا لا، الفرينم المفروض بتبقى ليها سيرتن بوزيشن بتبقى ابلايد فيها، ما بتجيش عند المارجنال جنجفا، ما بتجيش بين التوس. طيب ايه مشكلة الابرن فرينم ديت؟ الابرن فرينم بتعمل مبدئيا لو جت في اثاتيك اريا او في حتة متشافة بالعينين لما البيشنت يضحك هتدي لك عن اثاتيك ابيرنس، كمان بالوقت بتبتدي تعمل لك جنجفال ريسيشن للحتة اللي هي ماسكة فيها، لو مارجنال جنجفا بتبتدي تعمل لك جنجفال ريسيشن. طيب فاحنا هنا بعمل لها ريلوكيشن ان انا بشيل التيشوز والماسلز دي، يا اما بعمل فيناتومي يا فيناكتومي، يا اما بشيلها بالماسلز وارجعها ورا خالص في النورمال بوزيشنز بتاعها، يا اما برجع بس التيشو وتبقى ساعتها لدي لو الماسل يعني، يا اما التيشوز بالماسلز عمل ري اتاتشمنت في مكان مش مظبوط، يا اما التيشوز بس الماسل في مكانها، شلت الماسلز وشلت التيشوز يبقى انا هنا عملت فيناكتومي، شلت التيشوز بس وعملت لها ريلوكيشن ورجعتها في مكانها، انا كده عملت فيناتومي. طبعا ده في ابرين فرينم اتاتشمنت. طيب
عندك الإثاتيك سيرجيكال ثيرابي ريسيشن طبعا نمبر 1 ريسيشن، عندك ميسنج بابيلا او البلاك تراينجل او البلاك هول، ببتدي استخدم ريجنريتيف تكنيكس يا اما سيرجيكال يا نون سيرجيكال ان انا اعمل بابيلا ريكونستراكشن. ممكن كمان عندي من المشاكل الإثاتيك اللي بتواجهني لو انا عندك جامي سمايل. الجامي سمايل يعني عندك لما البيشنت يبتدي يضحك الاقي ان بيحصل دايما جزء من الجنجفا بتبان مش السنان بس، وذن 1-2 مليمتر من الجنجفا لاين او هيبان، انت كده الاثاتيك ابييرنس بتاعك تمام. اكتر من كده بتبتدي هنا تظهر حاجه اسمها جام سمايل، يعني البيشنت بيظهر بيضحك بتظهر عنده الجام، وطبعا دي بتدي مش جود اثاتيك ابييرنس وبتبقى اسباب كبيره قوي، يا اما عندك الجنجفا هي الكبيره زياده عن اللازم، يا اما عندك الماسل شورت ليب، يا اما عندك هايبر موبايل ماسل. لما البيشنت بيضحك الموبايل الماسلز المسؤوله عن الاليفيشن بتاعت الابر ليب هايبر موبايل، فبتشد الليب زياده عن اللازم، فبنبتدي نعمل لها هنا بيريدونتال سيرجري اسمها يا اما بحقن بالبوتوكس يا اما بحقن عشان يهدي شويه من الماسل موبيليتي، يا اما بعمل اكسرسايزز، يا اما بعمل حاجه اسمها جامي سمايل سيرجيكال بروسيدرز ان انا بقص جزء من الجنجفا جوه، يعني دي التكنيكس عامه المستخدمه. يا اما الاساتكس يا اما الريساشن، ودي بتواجهنا كتير قوي. ريساشن حصل ريساشن، ويوجوالي ريساشنز بتحصل في الباكل اسبكت بتاعت التوث، غير لو بسبب بيدونتال تيث هتلاقيها باكلي ولينجوي، واحنا يوجوالي بتصلح باكلي بس لان دي في الاساتك زون بتاعت البيشنت. طب ايه اللي بيعمل الريساشن بتاعي؟ ايه اللي بيعمل ريساشن؟ حاجات فيسيولوجيك وحاجات باثولوجيك. فيسيولوجيك يعني بسبب حاجه طبيعيه زي الايجنج بتاع البيشنت، الايجنج دايما بتاع البيشنت بيحصل معاه تيشو سام جينج في الريساشن. ايه ما باثولوجيك اكتر سبب معروف وهو السبب الرئيسي بتاع الجينج في الريساشن الفورتي توث براشنج، aggressive tooth brushing. البيشن بيعمل aggressive tooth brushing مع 40 تكنيك، يعني بيطلع من المفروض انا لما باجي اغسل اسناني بمشي من gingival line لغايه الاوكلوزر بلين اوف ذا توث، هو هنا بيعكسها بينزل بيدب على اللثه بفورسز عاليه، ده بالوقت يبتدي يعمل لك ريسيشن، ودي من اشهر الاسباب المعروفه للجنجيفال ريسيشن. البيدونتال ديزيز طبعا ان احنا عندنا لما بيحصل pocket depth دايما الباكت از البون ريزوبشن از فورد باي gingival ريسيشن. عندك كمان orthodontic tooth movement لو عندك buccal plate of bone رفيع thin buccal plate of bone وابتدى البيشنت ده يتعمل له orthodontic tooth movement بيحصل bone resorption followed by gingival recession. عشان كده البيشنت اللي دايما بيتعمل له orthodontic tooth movement لازم الأول وسبشال لقيت الباكر بيت اوف بون رفيعه عندك thin gingival tissue thin biotype، البيشنت ده لازم يتعمل له augmentation وازود thickening thickness للجنجفال تيشوز عشان اقلل من فكره الريزوبشن او الريسيشنز اللي هتحصل بعد الاورثودونتيك تريتمنت. زي ما قلنا احنا اكتر المشاكل بتواجهني على الفيشال اسبكت سبيشال توث براشنج هتلاقيها اكتر، بس لو هنلاقيها باكل ولينجولي ده بيبقى يوجوالي كرونيك بيريدونتايتس او ادفانس فورم اوف كرونيك بيريدونتايتس. طب لما اجي افكر ان انا هعمل جراحه لاي حاجه من الحاجات دي سواء الاناتوميك او الايثاتيك لازم في حاجات هتاثر لي على السيرجيكال اوتكم، ما انا ما ينفعش اعمل جراحه الواحد الاقي عنده ريسيشن يلا تعالى يا عم هعمل لك الجنجيفال اوجمنتيشن، لا لازم اتاكد ان في حاجات should be applied في السيرجري بتاعتي او لازم تبقى متوفره في السيرجري بتاعتي عشان ابتدي اقرر ان انا هعرف اعمل جراحه ولا لا. منهم اول حاجه الارجيلاتي اوف التوس، لو اي توس طلع بره الالاينمنت بتاعي فبالتالي انا متوقع ان فوق التوز دي وقع على فورسز بتاعتها الاوكلوجن فورسز بتاعتها مش مظبوطه، ممكن تكون عندها الباكت بليت اوف بون وعندها سن جنجيفال بايتايب، فما فكرش ان انا ابدا اشتغل لسنه هعمل له اوجمنتيشن عشان ازود كراتينايز جنجفا، هعمل له جنجفال ريسيشن، هعمل له جامي سمايل، هعمل له اي بروسيدر وهو عنده امبروبر الاينمنت اوف توث، اظبطها الاول وبعد كده ابتدي افكر ان انا اعمل له ميكو جنجفال سيرجري، غير لو في حاله ان هو داخل في الاورثودونتيك تريتمنت هو عنده باك اوف بليت بظبطها عشان ما تحصلش فيرذر كومبليكيشنز، وبحتاج تاني في الاغلب بعد الاورثودونتيك تريتمنت ان انا ادخل تاني اعمل بريدونتال سيرجري. طيب
كمان لازم المكان اللي انا اختاره ما يبقاش فيه انفلاميشن ولا كالكلس، يبقى لازم اطبق الاول زي نمبر 1 بتاع النون سيرجيكال فيس، اعمل سكيلينج وبرايمنج موتيفيشن وافولو اب واقرر البيشنت ده ينفع اشتغله ولا انا مش هقعد اشتغله واتعب نفسي، وبعد كده بعد كل ده يفشل بسبب البور اورال هايجين بتاعت البيشنت. طب طيب بعد كده عندي الادكت بلاد سبلاي. انا دلوقتي لما اجي دلوقتي افكر ان انا اعمل جرافتنج ماتيريال، سواء الجرافت ده هاخده من البالت بتاعي خلاص او هاخده حاجه الو جرافت، هاخده من بره خالص ان في حاجات مصنعه الو جرافت، او حتى ايفن ان انا هاخد ميديكال فلاب. ميديكال فلاب يعني هاخد من المكان نفسه، هرفع كرونر، هاخد من السنه اللي جنبها. الحاجات دي كلها لازم ابقى انا واثقه ان هو في ادكت بلاد سبلاي واصل له، لان مجرد ما البلاد سبلاي بتاعي مش كويسه للجرافتنج ماتيريال يبقى انا هتوقع ان الجرافتنج ماتيريال ده هيحصل له نكروزز وفيرير اوف الاوجمنتيشن بروسيدجرز بتاعتي. وهنتكلم على البيديكال فلاب والكرون كل انواع البيديكال فلابس وكده اكتر في المحاضره الجايه اللي هي ان شاء الله هتبقى فيس تو فيس. طيب دي البيديكال فلاب، دي اللاترال بوزيشن. انا بيبقى عندي سنه وجنبيها السنه دي، هنا عندي الكناين، اعتقد دي الكناين عندك فيها عندي الكناين، دي الكناين عندك فيها لا هنا دي سنترال او لاترال اللي هي محطوط فيها اللي في الوش، دي فيها ريسيشن، فانا بحرك الجنجفا من الجنب اليمين والشمال للريسيشن وببتدي اقرب البابيلا ببعضها واخيطهم. والناحيه الثانيه الحته اللي هي بقت اكسبوز دي فيها ميكوبريوستل، فبيحصل ريجينريشن اوف كونكتيف تيشو، وهناخدها اكتر في المحاضره الجايه بشرح تفصيلي ان شاء الله. طيب فانا عندي انواع كتيره من الجرافتنج ماتيريال، يا اما انا هاخد بيديكال اورتا من حوالين المكان، يا اما هرفعه، يا اما باخد من جنبه، يا اما باخد جرافتنج من البالت. اي باخد من جرافت من البالت، في نوعين من جرافت البالت اللي ببتدي استخدمهم، يا اما ممكن استخدم الابيثيليال اللي هي لانجر هاند سب ابيثيليال كونكتيف تيشو جرافت، يا اما باخد دي اللي هي فري جنجبل جرافت، يا اما كمان باخد يا اما فري جنج جرافت يا اما كونكتيف تيشو جرافت. السب ابسيلي كونكتيف تيشو جرافت ان انا هنا باخد من البالت لاير اوف كونكتيف تيشو وببتدي اعمل زي ساندويتش تكنيك، بفتح سايكلر انسيجن ويبقى البلات سبلاي واصل من حته من البيري اوسيوم اللي على البون والجرافت في النص، ومن بره خالص الابيثيليوم بالكونكتيف تيشو. فانت كده عندك الجرافتنج ماتيريال واخد من حتتين بلاد سبلاي، من البيري اوستيوم اللي جنب البون من الناحيه الادجيسنت للبون، ومن الناحيه الثانيه الابيثيليال تيشو والكونكتيف تيشو او الكونكتيف تيشو اللي ماسكه في الابيثيليوم ده السورس اوف النيوتريشن بتاعه. فانا عندك يا اما فري جنجيفال جرافت ده بياخد بلاد سبلاي من حته واحده وهنتكلم عليها فرزر ليتر اون، يا اما عندك اللانجر هاند سب ابسيليال كونكتيف تيشو جرافت وده بياخد من البلاد سبلاي في الريسيبيان سايت من ناحيتين، اهي دي كونكتيف تيشو جرافت. طيب من الحاجات كمان العوامل المؤثره عندي على نجاح السيرجيكال تكنيكس بتاعتي البريزنس اوف الفيستيبولار دبس، دي من الحاجات المهمه لازم تبقى متوفره لو انا هبتدي افكر ان انا اعمل ازود الاتاتش جنجبا او حتى ان انا اعمل ريسيشن، لازم افشن الفيستيبولار دبس مناسب ليا تحت المكان اللي انا هعمل فيه جرافتنج زي ما انا قلت، سواء بالبيديكال تكنيك او بالجرافتنج تكنيك من البالت. دي من الحاجات الـ 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 الاساسيه اللي لازم تبقى موجوده عندي. كمان من الحاجات الأساسية في الدونر سايت الموجودة لازم أتأكد إن أنا عندي sufficient thickness، تبقى عندي thick gingival body type. ما ينفعش أفكر أبدا إن أنا أعمل عملية coronary reposition flap أو إن أنا آخد lateral reposition flap، إن أنا آخد
الجرافت او احرك الجنجفا من مثلا سي عندي ريسيشن في اللاترال، وهاخد من الكناين الكونكتيف تيشو بالابيثيليوم واحركه لاترالي لغايه اللاترال. لازم اتاكد ان انا عندي sufficient thickness مناسب ان انا لما احركه يفضل ما يحصلوش تيرينج ويبقى فيه ويبتدي يحصل له هيلينج بطريقه مناسبه. فلازم اتاكد ان عندي الجنجفال thickness والويدث بتاعتي مناسبه. لازم اتاكد كمان الجنجفال thickness مناسب لو انا هفكر ان انا اعمل اللي هو الساندويتش تكنيك اللي انا اتكلمت عليه، اللي هو ان انا ببتدي اخد سيركلر انسيجن وافرق الكونكتيف تيشو، بس في نفس الوقت في البيري اوستيوم ماسك على البون عشان يبقى في البلاد سبلاي واصل للجرافتنج من الناحيتين. كمان لو انا هاخد جرافتنج ماتيريال من الفات لازم اتاكد ان في ان الكونكتيف ان في باليتال ثيكنس مناسب ينفع اخد منه جرافت. ان انا بتبقى عندي ساعات ثين باي تايب في الفات فده صعب ان انا اخد منه جرافتنج ماتيريال. التكنيك ده اسمه تانل تكنيك، ودي الحاجات المستخدمه في الجرافتنج في الجنجفال ريسيشن. هنا ان انا باجي عند زي ما انتم شايفين هتلاقوا ان مفتوح، يعني هنا في انسيجن موجود بس في نفس الوقت التيب اوف الانترودنتال بابيلا ماسكه في مكانها. انا ما باجيش خالص من ناحيه الانترودنتال بابيلا، بسيبها بفتح السيركل انسيجن بتاعتي حوالين الفيشل اسبكت بتاعت السنين وبسيب الانترودنتال بابيلا ما بلمسهاش. بعد كده بدخل بميكرو بيروستل رفيع خالص ميكرو بيروستل الليبيتر وابتدي ادخل افرق اعمل الريفلكشن بتاع الفلاب بتاعي وستيل الانترودنتال بابيلا بتاعتي از انتكت. ده اسمه تانلينج تكنيك، وده لازم عشان ابلاي اتاكد ان انا عندي سفيشنت ثيكنس اوف الايه اوف الجنجيفال ثيكنس موجود عندي. وده ان انا لما باجي اقيس الجرافت من البالت وعايز اخد جرافت من البالت اتاكد ان في سفيشنت بالت الثيكنس عندي، بدخل اقيس بالبريدونتال بروب بعمل انسايز البيشنت في الحته دي، وبعد كده بدخل اقيس بالبريدونتال بروب. وما ينفعش يبقى اقل من 2 ملم، ان انا باخد على الاقل 1.5 ملم ثيكنس يعني. طب بعد كده خدت الحاجات دي كلها وتأكدت انها موجودة، لازم وانا بعمل العملية ابتدي ان انا اتأكد ان انا عاملة stability للجرافت ماتيريال. الجرافت ماتيريال بعد ما خدتها سواء انا هاخدها بيديكل يعني من التيشوز اللي حواليها نفسها هرفعها احركها جنب او اخد من جرافتنج ماتيريال من مكان تاني، لازم اتأكد من الستابيليتي وانها ثابتة مكانها. لو هي مش stability يبقى اللي انا بعمله ده هيبوظ، ان هو هيبتدي يحصل له هيلينج على البوزيشن اللي هو ثابت فيه. فلو انا ما خدتهوش او ما عملتوش stability في المكان الجديد مبدئيا هيفل يارو، لان انا مش مثبته في المكان اللي انا عايزاه، كمان مش هيوصله بلاد سبلاي انف، فبالتالي ممكن يبتدي يحصل له نيكروزز ويبتدي يحصل له فيلير في الجنجيفال اوجمنتيشن بروسيجرز بتاعتي من الملتروما تو سيرجيكال سايت. الانسيجن لازم يبقى مظبوط، ما يبقاش فيها ولا تيرز ولا تروما ولا بيرفوريشنز ولا ابتدي اعمل ما يعني سوترينج زياده. كل الحاجات دي ممكن تعمل لك تيشو نيكروزز. طيب اللي هنركز عليه النهارده الانكريز هاو تو انكريز الاتاتش جنجفا. زي ما احنا قلنا الاتاتش جنجفا مهمه انها بتساعد لي على المينتنس في الاورال هايجين، بتقللي من فكره الانفلاميشن، بتدي لك ايثاتك احسن، بتعمل الاتاتشمنت او الفايبرز اتاتشمنت للسراوندنج للتيشوز بطريقه احسن، فبالتالي بتحافظ على الهايجين بتاعت البيشنت اكتر. لما اجي افكر ان انا اعمل جنجيفال اوجمنتيشن ان انا عايز ازود الاتاتش جنجيفال، فانا هنا مش بفكر ممكن البيشنت ده عنده ريسيشن وعنده ثين زون اوف الاتاتش جنجيفال، فانا هنا بعمله حاجه اسمها تو سيرجيكال بروسيجرز. بزود الاول الاتاتش جنجيفال بتاعتي بسيرجري، وبعد كده بدخل تاني للبيشنت ده ابتدي اعمل له الاوجمنتيشن للجنجيفال ريسيشن. فهنا انا متارجت ان انا ازود الاتاتش جنجفا مالهاش علاقه بالجنجفا ريسيشن، فدايما انا بشتغل في الحته بتاعه الاتاتش جنجفا اللي هي تحت الريسيشن. انا ماليش علاقه خالص بالسمنتو انامل جنكشن، مش عايزه اطلع فوقيه، انا بعمل بس ايه اوجمنتيشن للاتاتش جنجفا بزودها. طيب فهنا الجرافت ماتيريال سواء بيتيكل زي ما احنا قلنا
مش هستخدم طبعا ميديكال، مش بستخدم هنا كرونر، ان هو اصلا ما عنديش اتاتش جينجر ارفعها كرونر. ممكن اخد اللاترال بوزيشن، يا اما اكتر تكنيك بيستخدم ان انا هاخد الجرافت من البالت وابتدي اعمل بيه، ازود بيه الاتاتش جينجر بتاعتي خلاص. وزي ما قلت انا ماليش خالص هنا، مش بفكر ابدا ان انا اعمل اوجمنتيشن لجينجر ريسيشن، لا انا بقيم ان انا اعمل اوجمنتيشن ازود الكراتينايز جينجر بتاعتي. طيب في عندك الاوتوجرافت اللي بيتاخد من البيشنت، يا اما ممكن استخدم حاجه اسمها الوجرافت، دي بتتاخد من السكين بتاع الدونر بيشنت تاني خالص وببتدي استخدمها، دي اسمها الوجرافت اللي هي الالودرم. احنا هنا بنتكلم عن الاوتوجرافت اللي بيتاخد من البيشنت اللي هي هيتاخد من البالت بتاعه البيشنت. عندي نوعين، يا اما عندك الفري جينجيفال جرافت اللي هي الابيسيليال جينجيفال جرافت، بتاخد الابيسيليال بالكونكتيف تيشو اللي تحتيها، يا اما هتاخد السب ابيسيليال كونكتيف تيشو جرافت اللي هي باخد الكونكتيف تيشو جرافت بس من البالت خلاص. هنتكلم على الفري جينجيفال جرافت. طب الفري جينجيفال جرافت الاول لما باجي اشتغل، تفتكروا احنا هنشتغل بايه الاول؟ هبتدي اخد الجرافت من البيشنت من البالت، وبعد كده احضر، دي اسمها الدونر سايت، وبعد كده احضر الريسيبيان سايت اللي تحت، ولا العكس احضر الريسيبيان سايت اللي تحت وبعد كده اخد من الدونر سايت؟ دايما دايما بحضر الريسيبيان سايت الاول، ان انا لو خدت من الدونر وركنته على جنب لغايه لما اخلص الريسيبيان سايت، المكان ده ممكن يبتدي يحصل فيه نكروزس انه مش واصل له بلاد سبلاي، فكده عشان كده لازم احضر دايما الريسيفين سايت الاول. لما احضره وكله تمام ابتدي اطلع على الدونر سايت اخد منه الجرافت بتاعي. طيب بفتح السالكر ابسيليوم زي ما احنا قلنا، انا عندي تو اوبشن، يا اما هاخد الفري جينجيفال جرافت، يا اما باخد الكونكتيف تيشو جرافت. هنا هنتكلم على الفري جينجيفال جرافت. دايما الفري جينجيفال جرافت بتبقى كونكت، انا باخد قلنا الابسيليوم من فوق والاندرلاين كونكتيف تيشو ليه. فهنا في البروسيدر ديت انا مش محتاجه زي كونكتيف تيشو، مش هتاخد بلاد سبلاي من فوق ومن تحت، هي بتاخد بلاد سبلاي من الباسكولار بلاد بتاعه الميكوبيريوسيوم بس مش اكتر. ليه؟ لان ما ينفعش اغطي ابسيليوم بكونكتيف تيشو، ما هو مش هيحصل له هيلينج، فهي من فوق هي مش واصل لها بلاد سبلاي، هي واخده كل البلاد سبلاي من الباسكولار بلاد بتاعتك اللي تحت اللي هي الميكوبيريوسيوم. طيب فانا هنا باجي بقطع، مش عارفه الصوره بقى واضحه ولا لا، بقطع ماليش علاقه بالانتردنتال بابيلا خالص. ليه؟ ان انا لو فتحت الانتردنتال بابيلا هيبتدي يحصل ريموديلنج للانتردنتال بون، فيحصل فيرذر بون ريزوربشن وفيرذر جينجيفال ريسيشن. فعشان كده وانا اصلا مش بايم ان انا اغطي السمنتو انامل جنكشن، دي مش ماي ايم، انا كل اللي بعمله ان انا بعمل اوجمنتيشن الكروتينايز. عشان كده دايما بفتح من تحت الانتردنتال بابيلا، افتح الانسالكر انسيجن بتاعي دايما بيبقى فول بارشل فول. يعني ايه فول بارشل فول؟ ان انا في الاول بفتح، طبعا هعمل السيركل انسيجن بتاعتي بالمشرط، انا لازم ادخل بالمشرط، وبعد كده ابتدي اعمل حبه سيباريشن للجنجفا بالميكوبيريوسيال الاليفيتور بتاعتي، بس توسعها لي شويه، فكده دي بقت فول ثيكنس. وبعد كده بجيب المشرط بتاعي اقعد زي اشفي كده خلاص، عشان ليه بشفي هنا؟ عشان اسيب حبه ميكوبيريوستيم ماسكه في العظم، عشان دي اللي هتمثل لي البلاد سبلاي اللي واصل. وبعد كده ممكن بعد كده اكمل تحت الفول تحت الاي ميكوجينجيفال لاين، دي مش مشكله عندي خلاص. طيب فاما بفتح السيركلر انسيجن بتاعي زي الانفولب خلاص، وهنزل بيها تحت وهحط الجراف بتاعي، يا اما كمان ممكن اعمل فيرتيكال ريليزنج انسيجن من اليمين والشمال علشان ابتدي ان انا اعرف اعمل احط الجرافتنج ماتيريال بتاعتي كويسه، وبعد كده استشر على كده. هو ده عامل فيرتيكال ريليزنج انسيجن. اهو ده السيركل انسيجن، وشايفين تحت، شايفين تحت الانتردنتال، انا ماليش علاقه بالانتردنتال بابيلا خالص، انا ما بستنيش. طيب بعد ما ظبطت ريسيبيان سايت وخلاص، انا ظبطت الانسيجن بتاعتي شارب انسايزد ومش لاسيريتد وموضبه المكان ومتاكده ان في بيريوسيوم ماسك على العظم عشان يديني الباسكولار بيد سبلاي بتاعتي، ببتدي ان انا عايزه اخد دلوقتي الجرافتنج ماتيريال من الفالت. طيب انا عايزه اخد حجم عامل ازاي، شكل عامل ازاي، ما انا محتاجه شكل الحته الجرافت اللي انا عايزه اخدها، ما انا مش هروح اقص من البيشنت فوق مثلا 5 مللي متر وانا عايزه 2 مللي متر،
اقص بالطول وانا عايزه بالعرض، يعني فاهمين؟ يعني انا عايزه الشكل معين. فببتدي اخد السوتش اللي لما باجي افتحه كده بيبقى فيه تين فايل، المونيوم فايل. بياخد الالمونيوم فايل ده من علبه السوتشر ماتيريال بتاعتي اللي انا فتحتها لانها بتبقى معقمه، وابتدي احطها عندي على المكان الريسيفين سايت اللي انا عايزه اخد الجرافت على قده. خلاص، فهنا ببتدي اعمل تمبلت لشكل الجرافت اللي انا هاخده من البالت بتاعي، وبعد كده هطلع بقى ايه اخده من فوق. انا دلوقتي خلاص وضبت الريسيفين سايت ومعايا الالومنيوم فويل الحته اللي انا عايزه اخد مقاسي بتاعها من فوق. انا ببتدي اخد الجرافتنج ماتيريال بتاعتي، ببتدي احط الالومنيوم فويل بتاعتي على البالت. بنحطها فين في البالت؟ البالت باخد دايما من حته الفورورد 5 ميتر للسكس، ما بدخلش ابدا في السكس. ليه؟ لان انا عندي هنا الجريت البلاتاين نيرف. جريت البلاتاين نيرف لو انت ضربته ممكن يحصل الفيشة نزيف لغايه لما يموت. انا ما بقربش خالص من جريت البلاتاين نيرف، بقف زي ما قلنا بناخد من الفور والفايف، ببعد عن الجنف كده، بدخل في البالت ودايما اتاكد قبل ما ياخد ان احنا عندك البالت السكنس عندي مناسب، ان انت ما عندكش a very high vault. ما انت لو very high vault بالت انت مش هتعرف تاخد الجرافتنج ماتيريال بتاعتي، فدي لازم كلها نتاكد منها قبل ما ابتدي ان انا اخد السيرجيكال بروسيدرز بتاعتي. طيب خلاص، انا حطيت التمبلت بتاعتي او الشكل بتاعي اللي انا عايزه اخده من الالومنيوم فويل على البالت، وبقيت اقطع. او ما تاخد زي ما احنا شايفين كده، او ما تاخد اول هو هيبقى شكل مستطيل يا مربع، وفي الاغلب مستطيل. او ما تعمل اول انجل قطعته انكلودنج الين بي الكونكتيف تيشو، هتبتدي تمسك الجزء اللي انت قطعته ده يا اما بسوتشر تدخل فيه سوتشر وتبقى ماسك سوتشر من الناحيتين علشان يسهل لك عمليه القطع، يا اما بايتيشو فورسر تمسك الانجل ده وتبتدي تكمل القطع بتاعك. كملت القطع بتاعك هتاخده. ممكن لو انت عايز تبص على حاجه في الريسيفين سايت في الحته دي، انت ممكن تاخد الجرافت ماتيريال بتاعتك وتحطها بقوس فيها سلاين ثواني عقبال ما تحطها في الريسيفين سايت بتاعتك. طيب طبعا نتاكد المكان ده، بحط فيه بعد بحط اي حاجه بقى هيموستاتيك ايجنتس، ممكن احط اللي هو السبونج اللي فيها هيموستاتيك ايجنتس، اي حاجه تقفلي المكان ده وتسرع لي الهيلينج وفي نفس الوقت توقف لي البليدنج اللي هيحصل في المكان ده. طيب الايديال سيكنس لما باخد الجرافتنج ماتيريال ما ينفع، يعني ما ينفعش ولا يبقى تخين ولا يبقى رفيع. يعني في ايديال سيكنس هي من واحد لواحد ونص كده، بيقول لك يبقى المينيمم بتاعه البالت السيكنس يبقى 2، لان يعني انت بتسيب انت ما بتسيبش البير بون، انت بتاخد من الكونكتيف تيشو وبتسيب حبه كونكتيف تيشو وميكوبيري اوستم، فعشان كده لازم بتسيب التيشو باند اوف كونكتيف تيشو عشان يحصل ريجنريشن والمكان ده يبتدي يهيل. طيب ايه المشكله لو انا خدت الجرافيك ماتيريال اتخن من كده او ارفع من كده؟ لو خدته اتخن من كده، انت دلوقتي واخد الباك بتاعتك كلها منين؟ من الميكروبري اوسم اللي تحت. كل ما السكنس بتاعت التيشو بتاعت الجرافت بتاعتك تتخن، فبالتالي السوبرفيشال لاير ممكن يبتدي يتاثر، ما يوصلهاش البلاد سبلاي من الجنترس بتاعتها، فيبتدي انها يحصل لها نكروزس. وكمان لما تبقى فيريسن ممكن يحصل لها نكروزس، عشان كده لازم بيبقى عندك الايديال thickness of the tissue graft هي من 1 لـ1.5. طيب خلاص خدت الجرافتنج ماتيريال وهتبتدي تحطها في ال ومتاكد ان السكنس بتاعها مظبوط وقطعها مظبوط والحجم مظبوط، وهتبتدي تحطها ريسيبيان سايد. قبل ما تحطها اتاكد ان المكان ده ما فيهوش بلاد كلوت تخينه، ان البلاد كلوت التخينه هتبتدي هتاثر، هتبقى عامله زي عازل بينها وبين الباسكولاريزيشن من الباسكولار بليد بتاعتك اللي تحت، فما ينفعش يبقى فيه اكسس بلاد كلوت، وفي نفس الوقت ما ينفعش يبقى فيه سبيس، ما ينفعش تبقى حاططها مش ويل كوندنسد على الاندرلاينج باسكولار بليد. الحاجات دي كلها بتاثر على السكسس بتاعت السيرجيكال بروسيجرز بتاعتك. وبعد كده زي ما قلنا ان احنا هنعمل لها سوتشر بسلينج سوتشر زي اللي انا شرحتها لكم في الممبرين، ان انا باخدها اعلقها على السقف من ورا بتاع السنه من البالاتال اسبكت او اللينجال اسبكت اوف التوث، وبعد كده هرجع ان انا اعمل لها سوتشرينج بتاعتي.
طيب الدونر سايز زي ما احنا قلنا لازم اعمل له مانجمنت، ده مكان جرح انت قاطع من البالت ومتساب، فاحنا بنحط زي ما قلنا هيموستاتيك ايجنت زي الاسبونج اللي فيها الجيل فوم او الاوكسيدايز سيلولوز اللي هي الاوكسيسال، الحاجة دي كلها هيموستاتيك ايجنتس وفي نفس الوقت بتفضل في المكان فبتقلل من فكرة البين شوية. كمان ممكن ان انا احط البيشنت بريدونت دراسينج، البريدونت دراسينج اللي هي البيري باك بحطها على، ممكن اغطي بيها فوق السبونج او الهيموستاتيك ايجنتس احطها على البالت، وكمان محتاجة ان انا احطها على السيرجيكال على الريسيبينت سايد بعد ما بخيطه. طب ليه بحطها على البالت؟ طبعا بقفل المكان ده عشان ما يبقاش اكسبوز، انت عندك رو كونكتيف تيشو باينه فبيري بينفل. اما على الريسيبين سايت انا بحط التين فويل الالمونيوم فويل ممكن احطه، وبعد كده احط عليه البيريو باك زي فكره الريجينريشن كده عشان احافظ على مكان السوتشرز بتاعتي في مكانها ثابته في الوضع الجديد، عشان لما يحصل هيلينج يحصل هيلينج على الوضع الجديد. طيب ممكن البيري باك بتاعتي ان انا ادخله بتوين الانتردنتال سبيسز بتوين السنين، اكني عملت له لوك كده عشان يمسك الباك بتاعتي بطريقه احسن لفتره اطول. ما لقيتش انا ممكن ابتدي ان انا طيب ممكن كمان ان انا البس البيشنت ستاند فوق البيري باك بتاعتي. اما بالنسبه للدونر سايت انا ممكن برضو اركب، لو انا هاخد، انا عارفه ان انا هاخد جرافتنج تيشوز من الحته دي كبيره، ممكن ان انا ابتدي استخدم ستنت، ببقى مجهزه ستنت وبيدخل يغطي المكان بتاع الجرافتنج ماتيريال بتاعتي دونر سايت. طيب طبعا الفري جنجيفال جرافت فعلا اثبت كفاءته وادالك سكسس ريت عالي قوي، بالذات في الجنجيفال الكراتيناي، ان انا عاوز ازود الاتاتش الجنجيفا مش بقيم للايثاتيك، لان لان لون الابيثيليوم بتاعه البالت مختلف عن لون الابيثيليوم بتاعه الجنجيفا، فبالتالي لو انا بقيم للايثاتيك ما بتديليش ايثاتيك حلو، بس هي فعلا بتديلك بتزودلي الاتاتش الجينجيفا بنسبه حلوه جدا. طيب حتى لما بيحصل في الفري جينجيفال جرافت نيكروزس للابيثيليوم سيرف الابيثيليوم سيرفيس بتاعتها وبتطلع كراتينايزيشن مره ثانيه وابيثيلايزيشن مره ثانيه، برضو بتطلع للاسف لونها مختلف. عكس الكونكتيف تيشو جرافت، لما كونكتيف تيشو جرافت بيحصل لها ابيثيلايزيشن بتدي لك ابيثيلايزيشن بتحصل لون الجنجفا مش لون البارت. فالفري جينجيفال جرافت والحقيقه هو تكنيك ناجح جدا واثبت كفاءته، بس هو دايما بيسيب لي فكره الدونر سايت، انت بتسيب بتاخد جرافت الماتيريال من البالت وبتسيب اوبن ووند، انت ما بتقفلوش، ما ينفعش تخيطه لان انت واخد الابسيام بكونكتد تيشو، فابتدت تطلع تكنيكس جديده كتيره تقلل من فكره التروما او المكان الدونر سايت اللي انت بتاخد منه. طيب اول حاجه اسمها الاكورديون، هي شبه اللي هي الاله الموسيقيه اللي اسمها الاكورديون، انت بتاخد بتغير في الكونفيجريشنز بتاعه الجرافتنج ماتيريالز بتاعتها، ودي بتدي لك سيرفيس اريا اكتر، فبتدي لك جرافتنج ماتيريال اكتر بمساحه اقل، فدي من التكنيكس اللي ممكن تستخدم لان انت غيرت زي ما قلت الكونفيجريشنز بتاعه التيشو فبتديكي سيرفيس اريا اكبر. في كمان الستريب تكنيك زي ما احنا شايفين، انا هنا باخد من البالت من الهارد بالت شايفين ستريبس، لما اخد ستريبس رفيعه كده باخد ستريبس كتيره من اماكن مختلفه من البالت، طبعا ستيل بوصل لغايه ال 6 الميتر بتاعت 6 وبقف، بس باخد ستريبس كتيره ورفيعه واحطهم، بعد كده اجي احطهم على الدونر سايت زي ما احنا شايفين كده، بروح لازقهم جنب بعض واحطهم وعامله الجرافتنج ماتيريالز بتاعتي. ده التكنيك ده لقوا ان هو سهوله الريجينريشن اوف الدونر سايد، ده يحصل له ريجينريشن بيبقى اسرع وبالتالي بيبقى اقل بين للبيشنت. في كمان عندك تكنيك اسمه الكومباينيشن جرافت، هو زي بالظبط فكره الستريبس، ان انا باخد الستريبس بس الستريبس دي باجي انا اقسمها، مش هي دي ايبيثيليوم تحتيها كونكتيف تيشو، بعد ما بقطعها ببتدي اقسم الابيثيليوم عن الكونكتيف تيشو، اسيب ابيثيليوم مع طبقه صغيره من الكونكتيف تيشو والكونكتيف تيشو لوحدها، فكل ستريب
بقسمها لاثنين، باخد اللي تحت الكونكتيف تيشو طبقة لوحدها، دي يبقى دي ستريب، والابسيليوم بطبقة من الكونكتيف تيشو دي ستريب تانية، فبالتالي ان انا الستريب الواحدة تتقسم اتنين، دي اللي هو اسمه كومبايند تكنيك، الكومباين جرافت. فهنا بقلل برضو من فكرة الجرافتنج ماتيريال اللي انا باخدها من البالت. كل دي تكنيكس ابتدت تطلع علشان تقلل من فكرة الدونر سايت، الجرافتنج ماتيريال اللي باخدها من الدونر سايت، فبالتالي بقلل من او بسرع الهيلينج بتاعها. في الالترناتيف دونر سايت، ان انا باخد اثيرا ديرمال ماتريكس اللي هي الالوديرم، الالوديرم ان انا باخد الجرافتنج ماتيريال بتتاخد من سكين من بني ادمين تانيين، دونيتد من هيومن سكين، ودي بتتباع في السوق بس هم غاليين، ودي بتتحط، انا ما باخدش اصلا من الجرافت ماتيريالز، بتتحط طبعا هي بتدي لك اثاتك مش حلوه قوي، فانا ممكن ما استخدمهاش للجينجر ريسيشن، استخدمها اكتر للاوجمنتيشن او ان انا ازود الاتاتش الجينجر بتاعي. طيب بتتحط ازاي لو انا هبتدي استخدم الالودرم بتاعي؟ في عندي تو تكنيكس، اللي هي الالترنيت بابيلا. معلش يا دكاترة. طيب الالوديرم دي ممكن تستخدم، احطها بتكنيك اسم الالترنت بابيلا تانر. عاملة ازاي بقى دي؟ الترنت يعني واحدة وواحدة، صح؟ احنا متفقين. طيب بابيلا يبقى انا بتكلم كله عن فكرة البابيلا. شايفين فاكرين التانل تكنيك، ان انا بقول ان انا بدخل عندي في السالكس وبسيب الانتردنتال بابيلا بتاعتي انتكت. طيب فانا هنا بعمل انسيجن في بابيلا، والبابيلا التانية بعمل لها تانل، انسيجن في بابيلا والبابيلا التانية بتاعتها تانل، وببتدي ادخل ال ادكك الالودورم بتاعتي وارجع اخيط المكان ده. معلش انا اسفه يا دكاتره. تاني يبقى انا عندي التكنيك اللي اسمه الالترنيت بابيلا، ان انا بدخل البابيلا اعمل لها انسيجن، والبابيلا اللي جنبها اعمل لها تانل تكنيك، وهكذا. وبعد كده ببتدي بعد ما اظبط اقص ان الالودرم دي بتتقص تاخد المساحه اللي انت عايزها، بزود عن المساحه اللي انا عايزاها ب 3 ملم من الاند من الناحيه دي والناحيه دي، ابتدي ادككها في المكان، ادخلها وابتدي اسوتشر عليها الانتردنتال بابيلا، وبتاخد الفيرتيكال دايمنشن، باخد الهورزونتال من اليمين من الشمال، باخد زيادة 3 ملم من كل ناحية، والطول باخدها 6 ل 8 ملم. وزي ما قلنا مش بوصلها للسمنتو انام جنكشن، انا مش هدفي هنا ان انا اعمل اوجمنتيشن للجنجر، انا بزود اتاتش جنجر مش اكتر. طيب في تكنيك تانية اسمها البابيلا ريتنشن باوتش، هنا بعمل تانلينج. ثانية دكاترة، البابيلا ريتنشن باوتش دي اللي هي التانل تكنيك اللي انا شرحتها، ان انا بسيب الانتردنت البابيلا انتكت، وببتدي اعمل السيركل انسيجن، وببتدي ادخل بيني بيكبر اوس الاليفيتر، ابتدي افرق الابيثيليوم بتاعتي عن الابيثيليوم كونكتيف تيشو عند الاندرلاينج بري اوسيوم، وببتدي اعمل سيباريشن، وبعد كده ادخل البابيلا بتاعتي ادككها. شايفين هنا ده كده تانل تكنيك، ومدخل جايبه اهي الالوجرافت بتاعتي، وكده بندخل اكني دككتها، وبعد كده برجع اعمل سوتشرنج تاني، ده بيزود السيكنس اوف ذا اتاتشد جنجفا، ده زود لي السيكنس اوف ذا اتاتشد جنجفا. طيب
البوست اوبريتيف كير ان انا بدي دايما سيستميك انتبيوتيك، انا بخاف زيها فكره الجينريشن ان يحصل انفكشن المكان ده، ان لو حصل انفكشن كل السيرجيكال بروسيدر اللي انا عملتها دي هتفاير. ببتدي ابلاي كلوريهكسيدين ماوس رينسز، بدي حاجات بين ميديكيشنز عشان هيبقى في بين ايس، ببتدي استخدم حاجات باز كونستريكتور زي الايس عشان ما يحصلش سويلنج في المكان ده، ما اعملش ماستيكيشنز ولا ان هو يعمل براشنج للسيرجيكال سايت لمده اسبوعين ثلاثه. بالفتره دي بستخدم الكلوريهكسيدين عشان يقلل من فكره البلاك اكيوميليشن، وبشيل السوتشرز من اسبوعين لتل اربعه عشان يبقى حصل هنا كومبليت هيلينج للسيرجيكال سايت، فما يحصلش الجرافتنج ماتيريال تنزل عن مكانها، ما يحصلهاش فلوزريزيشن. طيب من اخر تكنيك ممكن استخدمه الفري جنجبر جرافت، سوري الكونكتيف تيشو جرافت. الكونكتيف تيشو جرافت هي فكرتها زي الفري جنجبر جرافت، بس هنا بسيب الابيثيليوم وباخد الكونكتيف تيشو لاير اللي تحت الابيثيليوم، فرصه ان انا دونر سايد هرجع اخيطه تاني، انا خدت الكونكتيف تيشو وبعد كده رجعت خيطت تاني الابيثيليوم على الدونر سايد بتاعي. يا اما لو بيشنت، لو حد لسه جديد ومش عارف يستخدم التكنيك ده، احنا بناخد، بس هنا بقى ما يعني مشكله، انا باخد الفري جنجبر جرافت وبعدين بطلعه بره وببتدي اخد هنا اشيل الابيثيليوم بتاعتي اعمل لها دي ابيثيلايزيشن، بس انا سبت هنا الدونر سايت. يعني الهدف من تصنيع من اخد الكونكتيف تيشو انا ضيعته بان انا خدت الجرافتنج ماتيريالز كلها. هنا زي ما انا قلت دي بتاخد بلاد سبلاي من الباسكولار بلاد بتاعت الميت سوبر اوسيوم، بلاد الباسكولار بلاد من اول الكونكتيف تيشو اللي ماسكه فيه الابيثيليوم بتاعتي. وميزتها ان هي بتبتدي تحصل لها ابيثيلايزيشن، بيحصل لها ابيثيلايزيشن وكيراتينايزيشن وتدي لك الكالر بتاع الجنجل. طيب الحاجه الاخيره الايبيكال ديبوزيشن فلاب او الايكال ريبليس فلاب، دي من الحاجات المستخدمه ان انا ازود بيها الاتاتش جنجل زي ما شرحتها قبل كده، ان انا باخد الفلاب وانزل بيه تحت عن المستوى الطبيعي، ده بيزود الثيكنس بتاعه الكراتينايد جينجفا او الاتاتش جينجفا بتاعتي، ان انا بفتح فول سيكنس فلاب وبنزل بيه، وممكن اعمل ريليزنج انسيجن وبنزل بالفلاب في ابيكال بوزيشن وابتدي اخيط، وبستخدم الجرافتنج زي ما سوري بستخدم البيريو باك عشان هي هولدنج السوتشرز في مكانها، والبيريو والابيكال والفلاب الابيكال بوزيشن ده يفضل في مكانه لغايه لما يحصل له الهيلينج. طيب الفلاب بتاعت الابيكال بوزيشن انا ممكن احطها في ثلاث اماكن، يا اما بحطها شويه فوق الكريست اوف ذا بون، يعني لما بنزل بيها ما بنزلش قوي بسيبها ستيل فوق الكريست اوف ذا بون. ومشكله دي لو البيشنت ده عنده بريدونتال بوكيت، فانت هنا سبت الريسيدويل اوف البريدونتال بوكيت ف ويتش ويل اكيميليت بكتيريا وفود تعمل فتعمل فرزر كومبليكيشن، عشان ده مش المكان المفضل قوي. هو اخطر مكان، يا اما بتسيبه وقت كريست اوف ذا بون، يا اما كريست اوف ذا بون ويز 2 مليمتر، ودول اكتر اثنين بوزيشنز احنا بنفضلهم في الابيكال بوزيشن فلاب لو انت هتستخدمها في الاوجمنتيشن او في الكراتيناي جنجفا او الاتاتش جنجفا، وده بيدي لك بروبر جنجفال كونتور بس ساتيسفاكتوري جنجفال كونتور. احمد احنا كنا شرحنا الابيكال بوزيشن مره قبل كده، خلاص المره الجايه هتبقى فيس تو فيس وهنكمل المحاضره، ويا ربنا يوفقكم ان شاء الله وافشدوا حيلكم.